بسبب الممرات الخضراء قد تنسحب إيطاليا من منظومة الاتحاد الأوروبي. ما هي إذن هذه الممرات الخضراء وما صلتها بفيروس كورونا؟ هذه الممرات مقترح من شأنه السماح لبعض البلدان ذات معدلات الإصابة المنخفضة بالفيروس بفتح حدودها لعدد قليل من الوجهات المحددة إلى حين إعادة فتح الحدود بالكامل. ولكن لماذا أثارت سخطة الحكومة الإيطالية؟ نتابع مع ضيفي الحرة بعد هذا التقرير. خطة السياحة المقترحة من الاتحاد الأوروبي للسماح بما يسمى بالممرات الخضراء تثير غضب إيطاليا وتدفعها إلى التهديد بالانسحاب من الاتحاد في حال تم إقرار المقترح. الخطة المطروحة للنقاش تتيح لبعض البلدان الأوروبية حسب وضعها الوبائي بفتح حدود عدد قليل من الوجهات إلى حين إعادة الفتح بشكل كامل. رئيس الوزراء الإيطالي لم يخف امتعاض بلاده من الخطة الأوروبية وأكد أن روما ترفض أن تصبح السياحة مشروطة باتفاقيات ثنائية داخل الاتحاد الأوروبي تتيح مسارات سياسية مميزة لبعض البلدان ذات معدلات منخفضة بإصابات كورونا. تصريحات كونتي اتسمت بلهجة غاضبة وصارمة أثارت مخاوف الحكومة الإيطالية من تبعات الممرات الخضراء على السياحة الإيطالية المتضررة من تداعيات كوفيد-19. فالسياحة شريان حياة الإيطاليين وتمثل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت خسائر القطاع إلى نحو 130 مليار دولار. يضاف إلى ذلك تسريح آلاف العمال وتضرر أصحاب الفنادق ووكالات السياحة وشركة الطيران. ليست هذه المرة الأولى التي ينشب فيها سجال سياسي بين روما وجيرانها، فقد سبق لإيطاليا أن اتهمت ألمانيا وهولندا بالأنانية لرفضهما إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو وإظهار تضامن الاتحاد في مواجهة أزمة فيروس كورونا. تضامن أوروبي مفقود ترغب فيه روما وأصبح مسألة رهان سياسي داخلي ترافق مع رغبة معظم الإيطاليين بالخروج من منطقة اليورو وفق أحدث استطلاع للرأي. معي الدكتور محمد الخطيب طبيب في مستشفى القديسة أنا بمدينة بريشيل إيطاليا، ومعي من روما أيضا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مهدي نمر. مرحبا بكما دكتور محمد، تطلعنا على الأوضاع بعموم إيطاليا إذا تكرمت فيما يتعلق بالتفشي. الوضع الآن في إيطاليا وضع جيد مستقر، وحالات التفشي حالات قليلة جدا. طبعا على مستوى إيطاليا يوجد 21 ولاية، توجد منها 9 ولايات بدون حالات، حالات صفر. وهناك ولايتين بشكل خاص يوجد فيها بعض الحالات في هذه الأيام، الأرقام تتراوح في الولاية والأخرى ما بين 150 أو 170 حالة. ولذلك إذا قارنا بالأرقام السابقة نستطيع القول أن الوضع ممتاز. ولذلك قررت الحكومة الإيطالية أن تفتح إلى الأعمال والمصانع وكل شيء باستثناء المدارس طبعا بحكم الفترة الزمنية القليلة لإيجاد طريقة لعدم تفشي المرض بين الأطفال، خاصة وأن الآن هناك دراسات تقول أنه يتفشى بين الأطفال وينتج بعض الأمراض الخطيرة. طيب أود طبعا أن أشير إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي يتحدث الآن ويقول بأن نعرف جميعا بأنه سيكون هناك حزمة إنقاذ في إيطاليا، الحزمة التي بلغت 50 مليار دولار تمت الموافقة عليها، ها هو مباشرة يتحدث الآن وأكد بأن هذه الحزمة لن تكون حل لكل شيء في ظل التردي العام الذي وقعت أو سقطت فيه إيطاليا بعد حالة هذا التفشي. هذه هي كلمة الرجل، طبعا سأقوم باستعراض شيئا فشيئا ما يقوله وننقله لكم مباشرة حال ورود أي شيء جديد مثير للاهتمام في كلمة الرجل. أستاذ مهدي أرحب بك، أهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا اليوم. أود أن أسألك بالعموم اليوم، هل كان هناك لإيطاليا أي تحفظ على أي نوع من الاتفاقات الثنائية قبل أزمة كورونا في داخل الاتحاد الأوروبي أم لا؟ كان هذا طبيعيا لدى ورود أي خبر عن اتفاقية ثنائية ثلاثية
لا تشمل قد تكون إيطاليا، هل كانت تتحفظ عليها إيطاليا أم لا؟ بلا شك إيطاليا منذ البداية، إيطاليا أولا هي عضو من السلاسل الرئيسيين المؤسسين للاتحاد الأوروبي، المثلث الألماني الإيطالي الفرنسي طبعا، بجانب دول أصغر اللي هي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. ولكن إيطاليا دائما يعني سياستها الخارجية تعتمد على العمل الجماعي، مواقفها السياسية تسعى دائما أن يكون هناك توافق جماعي تكون لها كلمتها، وبالتالي كل المحاور داخل الاتحاد الأوروبي سواء فرنسية ألمانية أحيانا أو بريطانية ألمانية أو فرنسية في أوقات معينة كانت إيطاليا تعارضها وتتصدى لها بقوة. أكيد في يعني في هذه الظروف أي سلوكيات يعني تحزبية أو يعني على مستوى المحاور داخل أوروبا تضر أساسا بالتماسك الأوروبي الذي بدا هشا في مواجهة يعني جائحة كورونا، وكشف عن ضعف التضامن بين الدول الذي هو الأساس في يعني في بناء هذا الاتحاد الإقليمي. في الحقيقة هناك بالفعل يعني سلوكيات فردية، البلاد البلطيق يعني بدأت من اليوم فتح حدودها المشتركة خارج المنطقة الباقي دول أوروبا. اليوم بادرت سلوفينيا بفتح حدودها البرية مع إيطاليا بشكل رئيسي ومع النمسا، بينما النمسا متمسكة بإغلاق حدودها مع إيطاليا. هذه الأمور تخلق تجاذبات داخل الاتحاد الأوروبي وكلها تصب في يعني سياسة لوي الأزرع. الاتحاد الأوروبي يعاني من مشكلة جوهرية وهي مشكلة آلية صناعة القرار داخل الاتحاد الأوروبي. هذه الآلية يعني أثبتت الأزمة أنها غير صالحة وغير قادرة على التجاوب مع التحديات الآنية. يعني الموضوع مطروح، وأعتقد أن يعني الدول التي تسعى لمثل هذه الاتفاقيات سوف تترحل. جوزيبي كونتي، ما زلنا نشاهد هذا البث المباشر لكلمة رئيس الوزراء الإيطالي يعلن ببداية فتح البلاد تدريجيا، إعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، الملاعب، المسارح، لربما عودة الأعمال كما قال قبل قليل أيضا الدكتور محمد الخطيب، يتوجه بذلك مباشرة عبر كلمة إلى الشعب الإيطالي الآن، وهذا يثير تساؤلات كثيرة. مرة جديدة أؤكد بأني سأبقي العين على آخر التطورات مما يقوله الرجل، لأن هذا مهم. دكتور محمد، قلت لي بأن الوضع يمكن وصفه بأنه ممتاز، هل هو ممتاز لأن الإيطاليين اكتسبوا مناعة القطيع أو المناعة الاجتماعية بين قوسين اليوم، أم بحكم فترة الإغلاق هي كانت فترة كافية؟ وهل أنت قلق اليوم من إعادة الفتح؟ إعادة الفتح التدريجي اليوم ستعيد إيطاليا إلى الصدارة في أن تكون بؤرة جديدة؟ لأنه قد يكون لهذا جانب سياسي آخر سنسأل أستاذ مهدي اليوم عنه، لأنه قد يكون رد على يعني ما تقوم به باقي الدول الأوروبية اليوم. فضل دكتور محمد. الوضع جيد لأن الوضع جيد، والسبب هو قضية العزل الاجتماعي التي قامت فيها إيطاليا كأول دولة في أوروبا الغربية وأمريكا طبعا والجهة الغربية من العالم. هنحكي النتائج حدثت لأن المواطنين الإيطاليين التزموا بهذا الموضوع، ونرى ذلك في المستشفيات. هذا لا يعتبر رد على ما يحدث الآن في أوروبا من حيث الاتفاقات الثنائية، لأن الموضوع طرح قبل أسبوعين للفتح وانتظروا طوال الأسبوع الماضي قبل أن يتم القرار. ما يحدث في إيطاليا يحدث أيضا لأسباب سياسية داخلية إيطالية، حيث الحكومة يجب أن تجيب على الجهة المعارضة من البرلمان التي هي بشكل أساسي في حزبينها الأساسيين تود الخروج من أوروبا، وهذا يعتبر أكثر ما هو قرار وتهديد لأوروبا. طيب معلش سامحني دكتور، يعني حتى إحنا لا تتداخل الخطوط مع دكتور مهدي، خلينا نخلي الجانب السياسي للدكتور مهدي مع احترامي طبعا لرأيك هو صحيح، لا بس لا نود أن نغفل الجانب هذا. يعني أنت اليوم قلق من إعادة الفتح،
لأنه إحنا بنتكلم عن وباء، وباء يعني شخص واحد، يعني قد يكون خطأ، ولا نتكلم يعني عن قضية والله التزم الجميع ما التزم، نحن بنتكلم عن احتمالية الخطأ وهي احتمالية عالية، وعودة طبعا مرة جديدة لشخص شخصين ثلاثة هذا يعني آلاف مرة جديدة. أنت قلق ولا طبعا مش قلق؟ الآن أنا لست قلقا لأن القرار السياسي الموجود لا يفتح بين الولايات، الولاية التي أعمل فيها وولاية أخرى اسمها بيمونتي هي الولايات التي فيها الحالات الأكثر حاليا، ولذلك عدم الفتح ما بين الولايات لن يكون سبب في افتشاء المرض أكثر من جديد، ولكن يوجد قلق طبيعي طبعا بالنسبة للمرض، لأنه كل إنسان يعتبر مصاب حتى ولو لم يكن له أعراض، نحن نعرف أن هناك 10 أشخاص على الأقل مصابة ولا تعرف بذلك بدون أعراض، ولذلك في هذه الولايتين يجب أن يكون الحذر عالي جدا. طيب تمام تمام. مراجعة النفس بعد انتهاء الأزمة دكتور مهدي لربما ستكشف أكثر من قضية تهديد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، هل تعتقد بأن محاولة الإعلان الجديد من جوزيبي كونتي اليوم بأنه رد على تلك الدول، أم أنه يعطيهم أو يرسل برسالة جديدة يقول لهم إحنا فتحنا البلاد، الأمور طيبة، كل شيء جيد، كل شيء ممتاز، ليس لديكم أي مانع اليوم من أن لربما تبقوا الحدود مغلقة مع إيطاليا، نحن نعاني والقطاع السياحي مات في إيطاليا؟ طبعا ليس في إيطاليا فقط، اليوم أعلنت إيطاليا طبعا بشكل غير رسمي، اليوم مفروض الرئيس كونتي يعلن عنه رسميا وأن سوف تفتح المنافذ الحدودية ابتداء من 3 يونيو المقبل، وهو الرد الفعلي للحكومة الإيطالية على يعني من ناحية احتياجات أو يعني تطلعات القطاع السياحي الإيطالي، ومن ناحية أخرى لاتجاه يعني الاتحاد الأوروبي والسائح الأوروبي. إيطاليا دولة لها مكانة خاصة لدى السائحين الأوروبيين وخاصة في بعض المناطق الحدودية، مجرد فتح منافذ يعني الدول لن تمنع مواطنيها من الخروج. الحقيقة أن إيطاليا أثبتت في الأسبوعين الماضيين منذ بدء مرحلة ما يسمى بالتعايش مع الفيروس من 4 يونيو أن هذا التعايش لم يؤتي نتائج عكسية أو انتكاسات، بل بالعكس مستويات التراجع والانخفاض معامل العدوى يعني مستمر في بعض المناطق الصعبة، وهذه يعني مرتبطة بمعايير يمكن طيب ما كمان هذا حديث طبي يعني بقي أقل من نصف دقيقة إذا تكرمت خلي للدكتور محمد الكلام الطبي الله يخليك في أقل من نصف دقيقة إذا تكرمت عم نقلق على الاتحاد الأوروبي أن يتفكك أم لا نصف دقيقة هذا الكلام مطروح من زمان ولكن يعني نحن ما بعد الكورونا العالم سيكون عولمة الأقاليم يعني مناطق تكتلات وليس خارج الاتحاد الأوروبي مكان لإيطاليا فأين تذهب؟ تمام. والاتحاد الأوروبي وصل من بعد 70 عاما من التكامل بشكل لا يمكن يصعب طيب. يعني تصور الانفصال تمام. موضوع بريطانيا حالة استثنائية هو ولا تمثل الواقع. هو مطروح من فترة طويلة وصدفنا حضرتك وتكلمنا فيه قبل تقريبا أكثر من شهر وتنبأنا ولكن اليوم نسمع تصريح مباشر بأنه نحن كإيطاليا كننسحب وهذا هو السبب اليوم للحوار طبعاً. أشكرك جزيلا لك. تمام أشكرك جزيلا سامحوني أدركني الوقت شكرا لهذا الحديث الممتع معكما محمد الخطيب دكتور والطبيب في مستشفى القديسة أنا بمدينة بريشا الإيطالية شكرا لك ومن روما أيضا شكرا لك الكاتب والصحفي والمحلل السياسي مهدي نمر شكرا لكم.